صرح المدير العام المساعد للقطبي التجاري باتصالات الجزائر محمد حبيب حجم الانترنت المستعملة في الجزائر التي يوفرها الكابلين البحريين ارتفعت بنسبة 12% منذ حادثة انقطاع الكابل بسواحل عنابة لتصل لما يفوق 480 جيجا بايت. محمد سعداوي، احنا كما تشوفوا رانا التحاليل اللي درناها على استعمال الشريط العابر تاع اتصالات الجزائر في على الكابلين البحريين، احنا شفنا منذ الانقطاع تزايد في استعمال الشريط العابر ب 12%، اليوم قد تجاوزنا استعمال يقدر ب 480 جيجا بايت، يعني أن القدرة قد زادت منذ الانقطاع.